صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والنهاردة هنتكلم شوية عن تمثال إبراهيم باشا، هذا القائد العظيم، ابن القائد العظيم محمد علي، مؤسس الدولة المصرية الحديثة. قائد عظيم ذو أو صاحب انتصارات عسكرية كبيرة جدا، والتمثال الجميل بتاعه ده، خلينا بس نقلب الصورة. التمثال الجميل بتاعه ده اللي أنا بصوره عمله ابنه الخديوي إسماعيل لي سنة 1872 عن طريق المهندس كارديه، أو كارديه هو مهندس فرنسي، يعني هو الأول كان في ميدان العتبة، بعد كده تم انتقاله بعد الثورة العربية إلى ميدان الأوبرا زي ما إحنا شايفين. و يعني التمثال كان جنبه، أو كان كارديه عامل جنبه لوحتين بيتكلموا عن معركة نزيب ومعركة عكا اللي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش العثماني. بس اللوحتين دول عملوا مشكلة ما بين مصر وتركيا، يعني تركيا طلبت ان يتشالوا اللوحتين دول على اعتبار ان فيهم إساءة للأتراك. لكن اللي حصل بعد كده ان كان بيتم الاحتفال سنة 1948 بوفاة ابراهيم، او بمرور 100 عام على وفاة ابراهيم باشا. فكورديه لما حصل الاعتراض التركي خد اللوحتين وراح فرنسا. فسنة 1948 احنا حاولنا نرجع اللوحتين دول بس معرفناش، يعني معرفناش نجيبهم. فاللي حصل ان الادارة المصرية كلفت 2 من الفنانين ان هم يعملوا اللوحتين دول ويعني يرفقوهم بالتمثال الجميل ده، تمثال ابراهيم باشا اللي بيزين الان يعني ميدان الاوبرا بمنطقة الداون تاون او نصف البلد. يعني دي بعض المعلومات الخفيفة حبيت اقولها عن تمثال ابراهيم باشا، اتمنى انها تكون معلومات يعني رشيقة كده وجميلة. شكرا لكم.